السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومحباب الناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم في الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا بعد فسخ عقده مع الشباب جماب الماضي حسب وين يمضي في الأهلي السعودي، وين كشف مصدر قريب الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي وينمضى معهم إن شاء الله بربي. إحنا كما يقول لك واحد كما بن عمري واحد كما بلايلي، نتمنى إن شاء الله بربي يقدموا أماكن تاوحهم. خاطش عليه أنا نبغي منتخب وطني جزائري، ما نبغي تا واحد، نبغي منتخب، نبغي اللي يكون مليح يجي يلعب في الجزائر. هذه هي، ما خاصناش تاع معرفة كما راهي طرقت في لامسية بالمعرفة، ما خاصناش بالمعرفة، ما خاصناش منتخب وطني لازم تكون في بارادو باش تروح ليكيب ناسيونال. خاص تروح للصاورات تسيب لي سينيور، تسيب لي كاين لي تسيب كاين لي خير من خير من زرقان، تروح تروح للامسيه خير من داك عمامره هذاك. انا تجيب بالحسين ولا تجيب لي انا نجيب بالحسين وما نجيبش ما نجيبش بزرقان. كاين في ستيف خير من زرقان، كاين في المولوديه خير من زرقان، كاين لعابه تما لازم تروح تروح توضي روحك عند 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 بارادو باش تلعب في ليكيب ناسيونال. وين جماب بالماضي انتقل للشباب صيف عام 2016 من وفاق سطيف ولعب للشباب 73 مباراة سجل فيها هدف. تما من 2016-2020 لعب 73، قليلة بزاف. وين كشف مصدر قريب الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي أنها حصلت على توقيع اللاعب الجزائري جماب بن عمري مدافع الشباب سابقا، وبحسب مصادر فإن بن عمري وقع عقد مع الأهلي لمدة موسمين بتوصية من المدرب الصربي الذي طلب مرار بالدفاع بالمدافع الأجنبي للفريق. وين الشهر الماضي أعلن الشباب موافقته على طلب جماب الماضي بإلغاء عقده، وكتب وين كتب الشباب في بيان في بيانه وين وافقت إدارة الشباب على طلب مقدم من جماب العمري بإلغاء عقده مع الفريق على أن يلتزم اللعاب بدفع مبلغ موضح للنادي. وخرج الأهلي مؤخرا من دور الربع النهائي من الدور أبطال آسيا بعد خسارته بهدفين لصفر أمام مواطنيه النصر، وين قدم بن عمري مستويات رائعة مع الشباب حيث حصل في أكثر من مناسبة على جائزة أفضل لعاب في الأسبوع خلال تواجده مع الفريق. إن شاء الله بربي حنايا. وانتقل جماب بن عمري البالغ من العمر 30 سنة للشباب صيف عام 2016 من وفاق سطيف ولعب للشباب 73 مباراة سجل فيها هدف واحد فقط. وسبق لابن عمري أن لعب للأندية نصر حسندي وشبيبة القبائل ووفاق سطيف في الجزائر، وين احتل الأهلي المركز الثالث في الدور السعودي الموسم 2019-2020 وتأهل للدور أبطال آسيا. وتعاقد الأهلي في سوق الصيف الحالي مع زيد محمد وإسماعيل عمر أحمد يعني وهيثم محمد عسيري، ويلعب الأهلي مع البطن يوم 18 أكتوبر الحالي في أول جولة للدور السعودي الموسم الجديد 2020-2021، ويلتقي الأهلي مجددا مع النصر في وهذه المرة في نصف النهائي كأس الخادم الحرمين الشريفين يوم 27 أكتوبر. إن شاء الله بربي نشوفوه بن عمري يلعب تيتيلر إن شاء الله بربي. هذه هي، لكن ما يقول لك وين التوليفة وين شلنا كيفاش كان ماندي مع بن عمري وين والفنا احنا خاصة وين اللاكس وين غادي نلعبو كاليفيكاسيون كوب دي موند نلعبو كوب دافريك نلعبو وين ولات التوليفة بيناتهم وين ولات التوليفة بيناتهم وين كيما نقولو حنايا مبولحي بن ناصر قلت لك بن ناصر بن عم بن سبعيني ماندي بالعمري عطال ديفوا ان شاء الله بربي يجي حليميه ولا زفان ولا مهم يكونوا تكون توليفه بيناتهم ان شاء الله بربي. هذه هي، على هذيك نقولوا اليوم المنتخب الوطني الجزائري محتاج كاع اللاعبين، محتاج اللاعبين ومحتاج ضخ دماء جديده
انا ما نديش على زاتشي انا يجي زاتشي انا يقرقل لنا في رسالنا ولا صحافي لعبها زعماك نازيه. ما كاش صحافه نازيه في الجزائر، صحافه كاع كانت تكذب عليكم 20 عام وهي تكذب عليكم، خاصه من 2013 وما يكذبوا عليكم، مطيحينكم على رسالكم، مخلينكم تحبوا على رسالكم. انا نقولها لكم كاش صحافه نازيه في الجزائر، ما كاش اللي يكذب عليكم. على هذيك اليوم نقولوا ان شاء الله بربي نشوفوا المنتخب الوطني الجزائري، خاصه مورال تاع رسالنا المنتخب الوطني. يعني ما وين زاتشي فشل فاشل، هذا زاتشي فاشل، كرهت لنا كره القدم. كان المنتخب الوطني هو فرحه الشعب، وانت بسبتك ضد بسياستك بسببك السبه تاعك وبالسياسه تاعك ضد مزدوجي الجنسيه راح تدمر فرحه الشعب. المستقبل رايح تدمر فرحة الشعب، وانتو ما جيتو. هذا زاتشي جا بأفكار وعاطي الولاء، هذو مازالوا عاطين الولاء باش يكون على بالكم، مازالوا عاطين الولاء الناس اللي راهم في الحبس وعاطين الولاء لفرنسا، هذو من الناس اللي عاطين الولاء لفرنسا. هذه باش ندخلكم ليه في رسالكم، انا ما على بالي لا به لا بغيره، لا اللي واقف معاه لا اللي واقف قدامه، انا نهضرها في الوجه. هذو الناس عاطين ولاء لفرنسا وعاطين ولاء الناس اللي راهم في الحبس. زاتشي النهار اللي جاو باش يحطموا معنويات تاع الشعب الجزائري، جاو باش يحطموا الشعب كاع فرحان بمحرز، طرد محرز، الشعب يبغي غلام، طرد غلام، غلام شي يلعب قادر غلام يكون في المنتخب الوطني. حنا مازلنا ما شناش كيما يقول لك قائمة نهائية. راني يعني نهدر مازال ما شفتش القائمة النهائية أنا، بصح إلا غلام ما كانش غلام كاك، غلام ما ديروش القائمة السوداء، غلام شادر الجزائر، غلام شادر الجزائر، شادر، خاطش عليه مكروه من طرف زاتشي، زاتشي يكرهو، هنا شكون اللي يحكم؟ أنا غادي ما نشوفش غلام وأنا عنديش نهدر، كي ما نشوفش غلام عنديش نهدر، خاطش عليه زاتشي يكره غلام، على ديك غلام ما كانش في المنتخب الوطني، ما كان لا شخصية لا والو. زاتشي نستعرب به، زاتشي السياسة تاعو اللي دارها وحطوها واتهموا ماجر زاتشي حداد قاعد تهموا عليها وسنيوها مازالت تمشي. ما كان لا واحد اخر يجي شخصية قوية، لا اللي يجي يقولوا له ديك الشخصية يعمروا له فمه بالدراهم يقولوا له مشي. انا دخلكم ليه في لسانكم، كاش ناس تحكم في الخفاء، ناس من الخفاء. انا يا ماذا بيا جما بالماضي يرد على فهد حلفايه، يرد على فهد حلفايه. نتوما صحافه كونوا رجال، قولوا زاتشي شا قال فهد حلفايه، جيبوا له الفيديو خليه يشوف، جيبوا له الفيديو خليه يشوف. حلفايه شا قال لهم؟ قال لهم زاتشي قال لي اعطيني بوصوف نديره يلعب ان كاردير في 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 ليكيب ناسيونال ونبيعه لفرنسا. انت كيفاش تجيب زاتشي؟ كيفاش انت شتيش كيفاه؟ كيف انتوما كاع ما جبتو؟ كيف ديروا ان كاردير؟ انت شكون باش ديروا ان كاردير؟ انت شكون؟ قول لي انت شكون؟ ارجع تشوف يلعب زرقان فانيك، نشوفوا زرقان مين يلعب، ارجع تشوف، ارجع نشوفوا زرقان، ارجع نشوف زرقان، انا لست زرقان يلعب غادي صاي فماك نعرف باللي لا يقول لك باللي عنده شخصيه، هذيك الشخصيه تاعها يخليها في الطواليت، لا يقول باللي عنده شخصيه يخليها في الطواليت، الا زرقان يلعب لعب وشته لعب هادو دو ماتش لعب فيهم الله الشخصية تاعو، اللي عنده شخصية غير يخليها في الطواليت، وهادو الناس اللي ينبحوا علينا غير يقعدوا سكتوا. ربطوا كلابكم، ربطوا كلابكم، ربطوا كلابكم برحمة الوالدين. حنايا نحوسوا المنتخب الوطني ماذا بينا كو يعاود يولي، خاطش عليهم كاينة هاد المجموعة، خاطش عليها ما غاديش تشوفوا مستوى أول مع هذا زاتشي. زاتشي هو اللي يحكم، ما كاش مستوى أول. زاتشي نهار الاول 2017 قال مكاش مستوى اول، مكاش مستوى اول، ما راناش نشوف. انا قلتها لكم نهار اللي جا بلاكار وراح، قلت لكم يا جماعه مستوى اول مكاش في المنتخب الوطني، قطعوا لي ياس. وقالها وزاد هدرها بالشيخ، كان ماجر معاهم بالشيخ، قال له كونك هاني، ماجر قال له كونك هاني، بلعني عليهم، مكاش اللي غادي يجي، مكاش اللي غادي يجي. وماجر مي جا اونترينر قالوا له على عوار على عدلي، علاش قال لهم؟ قال لهم ما يدخلوليش في الخطه تاعي، كيما دروك ما يدخلوش فانيك في الخطه، دروك فانيك ما يدخلوش في الخطه، دروك حنا نتهموهم نقولوا لهم باللي راهم يلعبوا مع فرنسا. خاطش علاش؟ الشعب يأمن، الشعب مأمن، حنايا حنايا نشوفوا الخاين
ونشوف العساس تاع الخاين، الناس مأمنين في العساس تاع الخاين. يقول لك ها قال مع فرنسا، بعد نشوفوا ان شاء الله بربي، من بعد مين تنكشف فماك نهضروا.